مشاهدينا حول هذا الملف ينضم إلينا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري. أستاذ إحسان بداية مرحبا بك، ما أبرز ما سجلته من ملاحظات على خطاب زعيم التيار الصدري يوم أمس؟ تفضل أستاذ. شكرا لكم على الاستضافة. يعني الأهم هو قضية عدم المشاركة في الانتخابات، وهذا بحد ذاته هربك كثير من الحسابات، حسابات حتى خصومه ومنافسيه. يعني هم يدركون جيدا بأن عدم مشاركة التيار الصدري ستضاعف من حجم المقاطعة للانتخابات القادمة، وهذا بحد ذاته قد لا يعطي شرعية للانتخابات إذا ما تصاعدت أو تراكمت دعوات أخرى مع دعوة السيد مقتدى الصدري. الأمر الآخر هو حالة اليأس والإحباط التي يمر بها السيد مقتدى الصدر من أنه لا يوجد أفق للإصلاح، وأن هناك قوى وجهات سياسية داخلية تتبع دول أخرى فيما يبدو بأنها تحاول قدر المستطاع أن تستمر الفوضى، وهذا سيكون له ارتدادات طبعا على مستوى الشارع العراقي الذي ينتظر الإصلاح. الأمر الثالث هو فيما يرتبط بدعوة القوى والأطراف السياسية كافة إلى مزيد من العمل لإنجاح الانتخابات على الرغم من أنه قاطعها. من وجهة نظري أن هذا الموقف، حتى نبقى في هذه النقطة، نعم دكتور، البعض يقول أن الانتخابات المقبلة في محل شك، يعني ربما لن تجرى في الموعد المحدد، هل تتفق مع هذا الرأي؟ يعني رغم الانسحاب لسيد مقتدى الصدر تياره قاعدته الجماهيرية، لكن لا يعني بأن الانتخابات سوف تؤجل. على أقل تقدير نحن أمام قرار لحل البرلمان أيضا مرسوم جمهوري من قبل الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية، أيضا هناك رغبة أيضا لدى بعض القوى السياسية، لكن أتصور أن هذا الموضوع مرة أخرى أقول هو يعني موضوع التأجيل هو بحاجة إلى توافق سياسي. كيف يمكن أن يتغير الموضوع؟ يعني البرلمان هو في أمام حل نفسه، يعني قرار بحل نفسه، هذا أمر صعب جدا. ولذلك أنا أتصور أنه جزء من عملية تطويق الأزمة هو أن تكون هناك مبادرة تتبناها شخصية سياسية معتدلة يمكن من خلالها ليس فقط يعني إنهاء مقاطعة التيار الصدري بل حتى المقاطعين الآخرين، ومن ثم حث الناس على المشاركة الواسعة بالانتخابات، لأنه أي تشكيك بهذه الانتخابات من ناحية الشرعية، عدم المشاركة، وجود تزوير، أنا أتصور سيفتح سيناريوهات تبتدئ بتظاهرات وتنتهي بسقوط النظام السياسي. دكتور، في سؤال أخير، بتتوقع عودة الصدر إلى السباق الانتخابي على الأقل قبل أسابيع من موعد الاقتراع مثلا؟ هذا الأمر متوقع جدا. أنا أشرت أن هناك قد تكون هناك مبادرات، هذا من جانب. ومن جانب آخر، يعني هو سبق لسيد مقتدى الصدر أن اعتزل السياسة وأصدر بيانات، لكن كانت تبريراته في العودة أنه لا بد من المشاركة، وأيضا التصدي إلى ما يسميهم الفاسدين، وأيضا أصحاب السلاح يعني أسماهم بالميليشيات الوقحة. لذلك قد يكون هناك عدول عن هذا القرار ما قبل يعني الانتخابات، خصوصا وأن الانسحابات ليست كاملة إلى الآن من قبل المرشحي التيار الصدري، وحتى من يتسلم المسؤولية على مستوى السلطة التنفيذية للآن لم ينسحبوا من مناصبهم، وهذا يؤشر إلى أنه قد تكون هناك يعني خطوة إلى الخلف للتراجع عن قرار المقاطعة للانتخابات وعدم المشاركة. من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، سيد الكريم شكرا جزيلا لك.